الأم البنت دايما ميالة للأبو، أكيد الولد كمان ميال للأم، يعني صحيح. دايما بيكون أقرب للأم. هسه أنا عندي بنتي طوالي، يعني بتنوم جنبي كده، يعني بتكون حنين. عشان كده وتطلب منك ما بتطلب من أمها أيوة صح؟ أي صحيح. البيت دايما الولد اللي بيكون قريب كمان للأم للأم أكتر، يعني هم اثنين نفس الشيء، نفس أيوة المحبة، يعني ما تميز من واحد واحد، يعني كل طبعا محبتهم هو ما واحدة. فيها تمييز، يعني ف لكن الطبيعة عامة كده، يعني أكيد عند كل الناس. طبعا الواحد لما يعني يكون عنده فراغ كذا، يعني فقد شيء وصار عنده فراغ، فيحاول انه يبني نفسه، يثبت وجوده، عرفت؟ أي شيء نعم خلاص الحين السند راح، يعني انا كيف اسوي؟ لازم اسوي شيء يشغلني علشان ما اتحطم داخليا. أكيد فبديت اروح، اول ما بديت بحملة التبرع بالدم، يعني حاولت اني اخطط لها، لان الحد الجنوبي كانت بداياتها، فقلت يعني ما في شيء انه اغلى اشغلني من الوطن نشتغل عليه. صحيح هم ما هم بحاجتي يعني، بس انا كمبادرة يعني الحب الوطن، فحبيت اني اعمل حملة تبرع بالدم، والحمد لله لاقت نجاح كبير الحمد لله. هذا اقل شيء اسويه ممكن للوطن تقدم يعني. للدور